خلينا بقى نروح بعد كده ونشاط لجنه النشاط الرياضي والترويجي بالنادي الاهلي، لكل فتره بتعمل يعني او بتنظم ايفنت او مهرجان. ما هي نظمت بقى مهرجان كان اسمه الجري والمشي في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، شارك فيه ناس كتير جدا، اعضاء كتير جدا من يعني خليني اقول لحضراتكم كل فروع النادي، ناف كمان اشاده من جميع الحضور بصراحه، واللي اكدوا ان التنظيم كمان كان جيد جدا، وان المهرجانات دي بتساعد على التقارب بين الاعضاء في جميع بنتكلم الافرع. ومشاركه كمان هنا اللي كان لطيف قوي اسر بالكامل يا كريم، كانت مشاركه مش فكره بس عضو من اعضاء اي اسره، اسر بالكامل كانت بتشارك، كلم اب وام، ممكن تلاقي جد اطفال، فدي حاجه حلوه. ولو هناخد المغزى من القصه في الاخر، انت بتساعد على نشر الثقافه الرياضيه، هو ده الفكر اللي احنا عايزين نغيره شويه بالذات مع الاهالي، لان الاهالي يا كريم الفكر بتاعهم اتغير، هتلاقي ده بيتغير في الاجيال بعد كده. يعني احنا لازم نبدا على فكره من فوق مش بس من تحت. فالقصه ان انا لما ثقافتي تتغير وربي ولادي ان مش مهم ان انا اوديك النادي تلعب بس، مش مهم ان انا اروح اجيب لك بلاي ستيشن تقعد وارتاح من دوشتك بس، لا انا لازم اربيك على فكره ان الرياضه دي مهمه جدا وهي اسلوب حياه بعد كده انت في حياتك لازم هتكون مش قادر تستغنى عنها، وهي ليها يعني تبعات ايجابيه جدا في حياه اي شخص. فدي النقطه اللي لازم نركز فيها، وكانت لفته حلوه وكان عليها اقبال شديد جدا. جميل.